يقول لسان الدين ابن الخطيب في أحد موشحاته: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. إذ يقول الدهر أشتات المنى، تنقل الخطوة على ما يرسم زمرا بين فرادى وثنى، مثلما يدعو الوفود الموسم، والحيا قد جلل الروض سنى، فثغور الزهر منه تبسم. وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس، فكساه الحسن ثوبا معلما، يزدهي منه بأبهى ملبس. في ليال كتمت سر الهوى بالدجى، لولا شموس الغرر ما لنجم الكأس فيها، وهوى مستقيم السير سعد الأثر. وتر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر، حين لذ الأنس شيئا أو كما هجم الصبح هجوم الخرس. غارت الشهب بنا أو ربما أثرت فينا عيون النرجس. أي شيء لامرئ قد خلص فيكون الروض قد مكن فيه، تنهب الأزهار فيه الفرص، أمنت من مكره ما تتقيه. فإذا الماء تناجى والحصى، وخلا كل خليل بأخيه، تبصر الورد غيورا برما، يكتسي من غيظه ما يكتسي، وترى الآس لبيبا فهما، يسرق السمع بأذني فرسي. ثم يقول لسان الدين ابن الخطيب: يا أهيل الحي من وادي الغضا، وبقلبي سكن أنتم به، ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا، لا أبالي شرقه من غربه، فأعيد عهد أنس قد مضى، تعتق عانيكم من كربه. واتقوا الله وأحيوا مغرما، يتلاشى نفسا في نفسي، حبس القلب عليكم كرما، أفترضون عفاء الحبس. وبقلبي منكم مقترب بأحاديث المنى وهو بعيد، قمر أطلع منه المغرب، شقوة المغرى به وهو سعيد. قد تساوى محسن أو مذنب في هواه بين وعد ووعيد، ساحر المقلة
معسول لما جال في النفس مجال النفس سدد السهم وسمى ورمى ففؤادي نهبة المفترس إن يكن جار وخاب الأمل وفؤاد الصب بالشوق يذوب فهو للنفس حبيب أول ليس في الحب لمحبوب ذنوب أمره معتمل منتفل في ضلوع قد براها وقلوب حكم اللحظ بها فاحتكم لم يراقب في ضعاف الأنفس منصف المظلوم ممن ظلما ومجازي البر منها والمسي